الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية يبدو أن طريقها ليس سالكا تماما، فما زالت عقبات كثيرة تعترض مسارها وتمنعها من أن تكون متاحة للجميع وبأيسر السبل. ويقول خبراء أن هذه التقنية ربما لن تكون بحجم تطلعات الجمهور. نناقش الموضوع بعد هذا التقرير. الجيل الخامس من الاتصالات اللاسلكية 5G، هل أبطأ سرعته فجأة أم ماذا؟ التقنية التي تأتي بسرعة عالية تفوق جيجا بايت في الثانية الواحدة، أو ما يمكن ترجمته بقدرتها على تحميل فيلم بجودة فائقة الدقة في ثوان معدودات لا تعيش أزهى أيامها. صحيح أنها ولدت كبيرة وبتطلعات لا سقف لها من خلال توفير بيانات أسرع للهواتف الذكية وسوقها الواعد من خلال الحضور في أنماط حياتية مختلفة تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالمجال الطبي وتسير عمليات جراحية عن بعد وفي الطائرات المسيرة والسيارات ذاتية القيادة. وخبراء التكنولوجيا لا ينكرون تلك المزايا، لكنهم يتحفظون. أخشى أنني سأخيب ظنك. في الواقع 5G ستمكننا من أن ننجز الأشياء التي نقوم بها اليوم بشكل أفضل قليلاً. لذلك ما يمكنك فعله بال 4G وما يمكنك فعله على شبكة الواي فاي سيتحسن، لأن لديك سرعة أعلى قليلا وسعة أكبر بكثير. لذلك فعندما يستخدم أشخاص كثيرون البيانات سيتحسن هذا الموقف. وليتحسن الموقف يجب السير على مسارين متوازيين، أولهما يتعلق بالبنية التحتية وهي مسؤولية شبكات الاتصال، وثانيهما شركات الهواتف الذكية التي عليها موائمة أجهزتها الجديدة لتستجيب لل 5G، وهو ما فعلته شركتا سامسونج وهواوي في أحدث هواتفهما الذكية، بينما لا تزال أبل متخلفة عن الركب رغم بلوغ قيمتها السوقية تريليوني دولار. كما أن جنوح شركات الاتصال نحو الجيل الخامس يطرح سؤال الأسعار، وهل ستكون في متناول الغالبية حتى لا نقول الجميع؟ وبعد تخطي العقبات التقنية تفاجئك معوقات أخرى، منها ربط 5G بجائحة كورونا، ما جعل البعض في حوادث متفرقة يحرقون أبراج اتصالات للهواتف الخلوية. أضف إلى ذلك الحرب الاقتصادية المستعرة بين واشنطن وبيجين، والتي تستمد بعضا من شرارتها من الجيل الخامس بسبب شركة هواوي الصينية الرائدة في هذا المجال. وفي انتظار اتضاح الرؤية، سيبقى السجال محتدما قبل أن تستمتعوا حقيقة بالجيل الخامس للاتصالات. وينضم الآن إلينا من كاليفورنيا عبر الإنترنت هابسون لين، مدرس علوم البيانات وخصوصية البيانات والسياسة في جامعة كاليفورنيا فرع سان دييغو. أهلا بك هابسون. يعني قبل فترة ليست بالبعيدة كان يتم التسويق لتقنية الـ 5G على أنها المنقذ، على أنها تحمل الحلول لكل شيء، والآن يبدو الموضوع مختلف تماماً. هل كان في مبالغة أصلاً من الأساس؟ كلا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الجيل الخامس 5G يعتبر ثورة تكنولوجية تسمح لنا بالقيام بعمليات كبيرة في على الإنترنت على شكل برمجيات وليس أجهزة ثقيلة، وبالتالي إضافة إلى بعض السمات والخصائص الأخرى في المستقبل. هوبسون، رغم أن ظاهر هذه المشكلة هو تقني، ولكن هل تعتقد أن خلفيتها سياسية بالدرجة الأولى؟ أعتقد أن هذا قد يكون أحد الدوافع التي تدفع بكثير العقوبات التي فرضت على هواوي والكثير من المصنعين الأخرى لهذه الرقائق في الصين. التحدي هو أنه الكثير من المنظمات والحكومات كانت في الماضي قد كانت تطلب أن يكون هناك باب خلفية لكل نوع من التكنولوجيا، وذلك لتفادي بعض أنواع الاتصالات بما يسمح لهم القيام ما يشاؤونه على الشبكة العنكبوتية.
كيف تفسر أن هناك من يحاول أن يقلل من أهمية هذا الخرق كما وصفته، وبالفعل هناك من يتحدث على أنه التعويل الأساسي هو الآن على تقوية تقنية 6G التي يعمل عليها اليابانيون؟ نحن لم نرى 5G بعد، وبدأ الحديث عن 6G، حدثنا عن هذا. مرة أخرى أقول أن هذا أمر يتعلق بالسياسات الدولية والتحالفات المختلفة بين الدول والمنظمات المختلفة، وهذه الدول لديها دوافع كثيرة مختلفة لتفضيل منطقة على أخرى في العالم لعملها. كثير من الدول تحالف مع اليابان، وكثير أخر تتحالف وتنضم إلى الصين، وهذه المجموعات المختلفة من الدول لديهم دوافع مختلفة لتشجيع نوع معين من التكنولوجيا على حساب النوع الآخر. هوبسون لين، مدرس علوم البيانات وخصوصيات البيانات والسياسية والسياسة في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، شكرا لك. إشارة لأنه 500 ألف في منطقة الخليج يستخدمون 5G أصلا، والمخطط بالوصول إلى عام 2023 أن